جينا اليوم مع برنامج طلع التران مع اكش وان. تسنى في المحطه وبالضحك غادي تسطى، وبقاو معايا لقطه بلقطه. هو قلت الرجال هما المراه كتشوف فوق منا على باس يا با دلامو. السؤال ديالنا ديال اليوم وهو علاش ولات عندنا نسبه الطلاق بزاف؟ بقاو معايا لقطه بلقطه. السلام لالا. وعليكم السلام خويا. كي داير اختي؟ كي داير خويا اكش وان بخير؟ علاش ولات عندنا نسبه الطلاق بالمغرب بزاف؟ واخويا اسباب الطلاق في المغرب هو قله الرجال بالبطاله بزاف، باش هذا الراجل اللي غادي يخلص على هذه المراه ولا غيصرف عليها ما كاينش اليد، يعني رب البيت والمسؤول على البيت ما كاينش باش غادي يصرف على المراه وغيتولى وغيشري لها داكشي اللي خاصها، وعدم عدم عدم الاهتمام وبزاف الحوايج. اخويا بالنسبه للطلاق هذا راجع لنسبه البطاله اولا، بالنسبه للتفشي دائره البطاله، الشباب ما كتلقاش العمل، راه سي نورمال اش ولي دائره الطلاق بزاف. غادي وجهه النظر ديالي انا، وكتبقى الاراء محترمه، فهمتي كيفاش؟ واش غنقول لك اوليدي، نسبه الطلاق عندنا في البلاد بزاف نحيه. علاش؟ لان الخدمه ما كايناش، الرجال اللي كنا كنعرفوهم بالله كاينين الرجال ما بقاوش الرجال، والعيالات ما كاينينش اللي صبارات، وكانوا العيالات الصبارات ومجوجين برجالات وما غاديش يطلقوا غايشي غيتعاون مع شي. ولكن حنا هاد البلاد هادي عندنا ما بقاتش كما كانت، البلاد غادو كتغير والناس غادو كتبدل، يعني اللهم يبقى الانسان بلاش لما يتجوزش كاع يبقى هاني ديال راسو. مو جو بونس كو لو ديفورس دون مانيير جينيرال كو سوا او ماروك او بيان ان افريك، لا بليبار دي ديفورس كوزي سي ا كوز دو سيكس. Peut-être en fait le sexe n'est pas bien fait avec les maris dans les couples, raison pour laquelle je pense qu'il y a beaucoup de divorces qui sont en général en Afrique. ولينا كنشوفوا الراجل كل كيتزوج ولا المراه ولات كتزوج بالراجل شهرين كيولوا في المحاكم. اش غنقول لك؟ بكري كان الصبر. عنده سبب، عنده سبب، يا اما قل الثقه، يا اما الماده، يا اما لي بارون كيدخلوا كيتداخلوا في الشؤون ديالهم، ولا في الاول ما كيتفاهموش على النقاط اللي خصهم يكونوا متفقين عليها. من الديبار من الاول. من الاول ما كيتفقوش، غير اجي وتزوج. لا، خصك تكون واعي قبل وتحسم الامر ديال الزواج، توجد ليه، تهيئ له، تهيئ له. وعلى حسب بنادم، الدريات ديال دابا ما كيصبروش. والدين الوالدين كانوا كيصبروا. بيان سور، حيت الوالدين الناس كانوا قانعين وكانت الوقت زوينه نيت. اما البنات ديال دابا الله يهديهم. البنات ديال دابا ما كيصبروش. لا ما كيصبروش، وباغين كل شيء جاهز، باغين كل شيء. ايام زمان كانت الناس كتصبر، العائلات كتصبر، الراجل كيصبر. اليوم المراه كتشوف فوق منا شي حاجه اللي فوق. بحالاش؟ يعني خاصها الطوموبيل، خاصها الفيلا، خاصها بزاف ديال الحوايج. اش خاصها؟ بزاف ديال الحوايج. الطوموبيل؟ والفيلا والسكنه، شي سكنه ممتازه. والوالدين كانوا صابرين ما قسم الله. هذاك وقت وهذا وقت. هذا وقت الطوموبيل والفيلا. ايوا نعم تمام. خويا بالنسبه للموضوع هذا، كاين الدريات الله يهديهم ما كيصبروش مع الرجال. الدريه راه سي نورمال، انت عارف بلاد الوقت دابا عندها متطلبات بزاف، والشباب ما كما قلت لك قبيله راه ما كاينش نسبه البطاله طال مرتفعه، ما كيقادش على ذاك المستوى ديال ديك البنت، كيوليو في صراعات كيلتجئوا للمحاكم، ماشي اللي كاين. والانسان قد ما صبر ربي كيعطيه، كينول داك الشيء اللي بغى، ولكن اللي ما كتصبرش ما خرتها شنو؟ تخرج للزنقه، تولي تمشي دير الشارع، راه هذا الشيء اللي ولا. وبالنسبة للفساد في البلاد ولات كثيرة بزاف، من الأحسن الإنسان يبقى ديال راسو كاع ويقلب على خدمة يتخشى فيها. باسكو لي مايا نو سون با فوندو على باز دو لامور، على باز يا با دو لامور، إي لو بليبار دي مارياج إي فوندو بار لا بروفيتاج أو دو مارياج فورسي، دونك دوكو سي مون بوان دو فيو سور سو بوان لا، سانسيرمون. وي، ماني مجوجة، ماني مطلقة.